ديار السد لوطن ميسان. احنا الان متواجدين امام المحكمه الابتدائيه في الرباط يوم 20 ماي لسبب واحد ووحيد، هو ان اليوم تحاكم المدرسه العموميه، يحاكم 20 استاذ واستاذه بتهمه الدفاع عن المدرسه العموميه، بتهمه الدفاع عن بنات وابناء الشعب المغربي، بتهمه الدفاع عن مجانيه التعليم. يعني بعد الانزال الاخير اللي كان في الرباط يوم 6 و7 و8 ابريل 2021 تم اعتقال ازيد من 33 استاذ واستاذه، وتم يعني المتابعه ديالهم في حاله صراح. يعني اليوم كاين الشوط الاول ديال المحاكمه ديال 20 استاذ واستاذه، ويوم 27 غيكون المحاكمه ديال 13 استاذ الباقي. يعني الان حنا متواجدين يعني كجهه الرباط وجهه البيضاء وجهه بني منا الخنيفره بالموازاه، يعني كاين وقفات عبر امام المحاكم الابتدائيه عبر ربوع هذا الوطن الجريح، يعني باش نقولوا ان ماشي 33 استاذ اللي كيتحاكموا فقط، ولكن حنا كاع الاساتذه كنتحاكموا، يعني وما غنتخلاو حتى شي استاذ منا. نحن اليوم هنا في الرباط امام المحكمه الابتدائيه بدور الجمع، جئنا لنندد بالمحاكمات لزملائنا الاساتذه الذين خرجوا يطالبون بحق دستوري، وهو الترسيم في اسلاك الوظيفه العموميه، شانهم شان باقي زملائهم الاساتذه يعني قبل 2016. نحن اليوم هنا جئنا لنعيد التاكيد على مطالبنا، جئنا اولا يعني لمؤازره زملائنا الذين نؤمن بان قضيتهم عادله، وان يعني المحاكمه التي يعني يتعرضون الان ما هي الا محاوله للالتفاف وتوجيه المعركه يعني في اتجاه اخر ليس هو الاتجاه الحقيقي لها. ليست معركتنا مع المحاكم ولا الشرطه، وانما معركتنا مع وزاره التربيه الوطنيه. نحن نؤكد على مطالبنا، لا زال التعاقد قائما، ولا زلنا نطالب بالترسيم في اسلاك الوظيفه العموميه، شاننا شان الاساتذه قبل 2016. لا زلنا نطالب بالمطالب الثلاثه، صندوق المغربي للتقاعد، يعني منصب مالي ممركز مع الوزاره، وحركه وطنيه، شاننا شان باقي الاساتذه قبل 2016. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.